يوه من زمان الملاعب. شوف أول ما تدخل تأخذ مقياس الحرارة كم؟ 35 وحاطين لك المعقم. السلام عليكم، مساء الخير. الكل متحمس للملاعب يا أخي، شعور جدا جدا جدا. كم لي 5 شهور ما ناظرت أحد يلعب وما لعبت، يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله، شعور صراحة جدا جدا جميل. طبعا معروفة هذه ملاعب هنا أكاديميتنا، أكاديمية فارس، وهذه ملاعب إبداع الرياضة، ومسوين عرض صراحة جدا جدا جميل ويا زين الحياة صراحة. يعني رجعت الحياة من جديد بحذر. أكثر سؤال قاعد يجينا، هل الأكاديمية رجعت ولا ما رجعت؟ إلى الآن إلى يومكم الأكاديمية ما رجعت، لكن حجوزات الملعب ملاعب إبداع الرياضة الآن الناس تقدر تجي تحجز، واليوم ما شاء الله تبارك الله 6 ملاعب كلها محجوزة فل، وحتى بكرة ما شاء الله تبارك الله الناس رجعوا وقاعدين يلعبوا. يا زين الكورة ولعب الكورة، والله إني مشتاق ودي أنزل. السؤال المنتظر، طيب متى بتفتح الأكاديمية؟ بإذن الله قريبا بتفتح، وبقول لكم عن كيف بنرجع وكيف الخطة وكيف كل الاحترازات وكيف نرجع بحذر بإذن الله قريبا. ملاعب إبداع الرياضة ما شاء الله غنية عن التعريف، عندهم 6 ملاعب، مسوين عرض صراحة جدا جميل. بعد الساعة 11 تخيل أي حجز عن طريق فارس، دقيت عليهم وكلمتهم على الواتساب عن طريق فارس، قل أنا عن طريق فارس، أي حجز ينقص من الحجز 100 ريال. السعر اللي قبل شوي نقصون لك 100 ريال، ملاعب إبداع الرياضة فقط الكرة القدم من بعد الساعة 11. عندهم ملعبين طائرة، قبل كان 200 ريال كل الأوقات، الآن تحجز 150 ريال فقط كل الأوقات. أوه الهدف، شوي كانوا يلعبون هنا على طول يتم التعقيم صراحة، هذه عجبتني، يعقبون المرمى، العارضة، الكور، كامل كل شيء. إدارة الملعب يقولون يوميا يتم تعقيم هذا بالكامل لهناك، لأن في ناس يجون هنا ويجلسون ويلبس جزمته، يتم التعقيم بالكامل كل الملاعب يوميا، يتم تعقيم الملاعب ودورات المياه بعد الله يكرمكم. الحين يوميا يتم تعقيم الكور؟ نعم يوميا لكل الملاعب، كل الملاعب وكل حجز ورا بعدين بنعقم الكور وكل شيء. ما شاء الله، الان ما عندك مشكله تمسك الكوره طال عمرك وتلعب. التقسيمات على حسب رغبه اللاعب، اذا يبغى ياخذ، لكن حتى لو كان يبغى وياخذ يوميا يتم غسيلها وتعقيمها بعد كل مباراه. إدارة الملاعب يقولون يا فارس تحداك تصقع العارضة ب4 الكور هذه كلها، رغم إني قاطع والكور ترى تختلف أوزانها، لكن إن شاء الله بجيب. أيام الأكاديمية والمسبح، الله يعجب ذهاب الأزمة ونرجع إن شاء الله بإذن الله. حتى هنا قاعدين يلعبون على طول جنبهم المسبح، ما شاء الله تبارك الله، حتى هنا يلعبون طائرة. حس رجعت الحياة الطبيعية بحذر. حلو حلو الكبس. وين إبراهيم؟ وين؟ وين؟ طلعت آوت.